عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا في بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. النذر هو في اللغة الإلزام، وأما في الاصطلاح هو إلزام المكلف نفسه طاعة ليست واجبة عليه بأصل الشرع. فقوله: نذر رجل أن ينحر إبلا، ذكر النحر يتناسب مع الإبل. أن ينحر إبلا، إبل اسم جنس إفرادي، فعندنا أن اسم الجنس نوعان: اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. فاسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء: بقر، بقرة، وهلم جرة. أما اسم الجنس الإفرادي هو اللفظ الذي يستوي فيه الكثير والقليل، مثل ما، معي ما، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا. رأيت إبلا، فهذا اسم جنس ماذا؟ إفرادي، فلا يدرى كم عدد هذه الإبل. وقوله: ببوانة، بضم الباء، ويصح فتح الباء ببوانة أو ببوانة. وهذا موضع قيل إنه هضبة من وراء ينبع، وقيل إنه مكان في أسفل مكة دون ميقات أهل اليمن يلملم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا إيجاز حذف. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نحره للإبل في هذا المكان، فحذف إيجازا. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل حرف استفهام، وكان فعل ماضي ناقص، لكنه يفيد الاستمرار في أصله، يفيد الاستمرار. فالتعبير بالكينونة هنا تدل على أن هذا المكان لا يجوز أن ينحر فيه إذا كان مذبحا للكفار ولو زال. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ التعبير بالأوثان تعبير جمع، يدل على أن لأهل الجاهلية أوثانا، وهذا معروف، كان عندهم 360 صنما، والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام. وقوله يعبد، لو قال قائل: التقييد بيعبد يفهم منه أن هناك أوثانا لا تعبد، والصحيح أن الوثن لا يتخذ إلا للعبادة، فالتقييد هنا لبيان الواقع. قالوا: لا. كم المجيب؟ جمع، والسائل واحد، فلم يقل قال لا، وإنما قالوا. وهذا يدل على أن هذا الحكم أو هذا الأمر لفت انتباه الحاضرين لسؤال هذا الرجل، فما كان منهم إلا أن أجابوا جماعة، فلم يحصر الجواب على هذا الرجل، وإنما أجاب من في المجلس. ولذا قالوا: لا. لما؟ لأنهم ينتظرون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لغرابة هذا الأمر. ما غرابته؟ غرابته أن هذا الرجل لم ينوي أن يتشبه بهؤلاء الكفار ولا أن يحذو أحدهم، فقالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. والعيد هو اسم لما يعود ويتكرر على وجه معتاد، سواء كان يتكرر في أسبوع أو في شهر. وقوله من أعيادهم، يستفاد من هذا أن أعياد الكفار كثيرة، ويدل على أن ما يصنع في هذا الزمن من أعياد إنما هي وسائل من وسائل الشرك، وأيضا فيها تشبها بالكفار، لأنه لا أعياد للمسلمين إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا في السنة،
وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وما عداها من أعياد فإنها أعياد باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. وأتى الراوي بصيغة الجمع لأن من في المجلس قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المسؤول واحد وهو هذا الرجل، كما أجابوا عن السؤال الأول هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فكأنهم بجوابهم عن هذا السؤال تاقت أنفسهم إلى معرفة هذا الحكم. وهذا إن دل يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم وعلى الرغبة في الخير، فإن السائل واحد وأجاب من في المجلس. فلما قالوا لا، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. أوفي صيغة أمر، وصيغة الأمر في أصلها تقتضي الوجوب، فهذا الأمر هل هو على أصله أمر وجوب أم أنه أمر إباحة؟ بمعنى هل أمره عليه الصلاة والسلام بالوفاء بهذا النذر على سبيل الوجوب لأنه طاعة، أو أن أمره عليه الصلاة والسلام بالوفاء بهذا النذر على سبيل الإباحة لأنه نذر في هذا المكان؟ هو يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ويحتمل أن يكون هذا الأمر أمر إباحة بمعنى أنه يجوز أن توفي بنذرك في هذا المكان. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وزاد عليه الصلاة والسلام في الجواب، مع أن البلاغة أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فلا إخلال ولا زيادة، وكونه عليه الصلاة والسلام يزيد هنا هذا من باب الإقناع الذي يحتاج إليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن السائل بحاجة إلى مزيد علم في هذا الأمر وهو النذر، فقال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه، الفاء هنا كما سبق فاء سببية تفيد التعليل، أي لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقوله لا وفاء لنذر في معصية الله أطلق المعصية، وهذا يدل على أن النذر في معصية صغرت أم كبرت لا يجوز الوفاء به. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.